بالنسبة لأهل العمل نشوف أنه الأهم أني ما نحكيش على الخرافة قد ما نحكي على المنطلقات متاع العمل اللي بديت مع مجموعة من الطلبة المتخرجين هما أساتذة المعهد العالي للمسرح والموسيقى بالكيف. أهم حاجة في المنطلقات متاع العمل أنه كان من الطفل إلى الطفل وبالطفل في جانب كبير ياسر، لأنه الممثلين واكبوا شافوا الطفل كيفاش يتحرك في جانب معين، حاولوا ياخذوا منه علاقته وقربه من الشخصيات الموجودة في العمل المسرحي سواء الضفدع أو الفراشة أو السرار أو إلى غير ذلك. منطلقة العمل انطلقت بالصدفة بحضوري على نقاش دار ما بين زوز بنات صغار يتسألوا، معناتها بعد ما شافوا نشرة الأخبار متاع 8 مع والديهم يتسألوا هل ترى المصاب يشتغل ولا يرتاح والدولة لازم تعطيه شهرية. وكان لنا النقاش الأهم، الإجابة بالنسبة لي هي كانت من خلال النموذج متاع السرار والنملة في قراءة جديدة، حاولت من خلالها أني نعطي إجابة لزوز بنات الصغار اللي تسألوا، وحاولت نقدم أساسا ونثمن أساسا قيمة العمل. تقريبا هذه المنطلقات الأساسية فيما يخص الخرافة. بالطبيعة بناء الخرافة والنسيج متاع الخرافة مع ناس من المفروض أنهم متخرجين من معهد فنون درامية يعرفوا أنه تجم تتغير تجم تتبدل حسب النسق وحسب مستويات اللعب اللي موجودين هما فيهم. العرض الحمد لله لاقى قبول عدد كبير ياسر من الجمهور. بالطبيعة هذا ما ينفيش أنه يزم يكون منفتح على كل انتقاد. تمكنت من أنه يكون عندنا الحمد لله زاد عارض في المغرب في مهرجان بركان في دورته تقريبا الثالثة. تقابلوه زاد حتى المغاربة الأخوين المغاربة بكثير من الاستحسان. إن شاء الله العرض من عرض إلى عرض، المسرحية من عرض إلى عرض تزيد تتحسن شوية، ونعملوا ديما على الاكاديميين والخريجين في انهم يكونوا اكثر موجودين ويفعلوا خاصه مسرح الطفل اللي ماذا بينا يلقى حظه اكثر من اللي هو موجود تو، خاصه في مستوى الدعم في مستوى كل ما له علاقه بالطرح بالخطاب وبالاسلوب. ركزنا كما شفتوا على الايماج المزيانه كيفاش تدخل العقل الصغير وقلبه من خلال الالوان هذه، حتى لي بيرسوناج الكل كانوا الوان الوان. الالوان هذه لو انك تحطهم معناتها احنا في الحياه اليوميه معناتها نشوفوا الاطفال وحبهم للالوان، لو انك انت كممثل تستخدم هذه الالوان تولي انت كلون وتعطي باش تكون مشهديه مزيانه برشا للاطفال. واكبوا كل عام سنويا معناتها المهرجان نيابولي وديما نتعلموا، وهذا نجم نقول الاحلام الكبيره اللي كانت معناتها تشطرناها رفقه المخرج والسنتر دراماتيك نتاع الكيف والممثلين الكل كما شفتوا صحابي اساتذه مسرحيين. احنا فرحين برشا معناتها بالاطفال وبرده فعلهم، وكما قال المخرج انا كنت نسمع فيه اللي جمهور نابل هو جمهور ذواق واطفال وذواقين. هذا ما يعنيش اللي احنا مثلا اليوم هذا ثالث عرض، كنا البارح في منوبه، لكن ردود الفعل هنا كانت اكثر شخصيتي في مسرحية يحيى العمل هي لحون السرار. حاولت قدر المستطاع نعمل ريشيرش كبيرة على الحشرات خاصة في السرار ونحاول نقرب منه أكثر ما يمكن. عملت مجهود إن شاء الله نكون وفقت باش نوصل اللي حاجتي بيه اللي حسيته للناس تتفرج فيا. ريشيرش بدأت من الطبيعة، يعني بدينا حتى من الأصوات نتاع الحشرات في حد روحها، يعني نجم خاطر بار إكزومبل بديت في لحون هذيك صغيرة نتاعو هو، حاولت نبني أكثر فأكثر وكما قلت لك إن شاء الله نكون وفقت في العمل هذا. حق الحاجة البيه كما قلنا بالرسمي فما ثقافة هنا إنها عباد تسمع، يعرف وقتاش بار إكزومبل يصفق، يعرف وقتاش يسكت، يتبع الحكاية للآخر، يعرف وقتاش الضحكة تجي، إي يعني تدخلات صحيحة في كلتا في أي حالة تلقى تدخلات صحيحة. وأنا فرحان ياسر بالحق، وساعات يقول لك تموت الكلمات حينما تقال، ساعات يبقى إحساس غير قابل للترجمة، نجم نحطوا ثلاثة نقاط ولين تبقى تحكي سيرتو، يعني ما تنجمش تقول أكثر من خاطر مسرح نيابوليس ليس مش صغير.